كنا عايشين مستقرين قاعدين، يعني بنتنا ببيتنا زراعتنا، يعني شو بدنا نقول؟ الحمد لله على كل شيء، الحمد لله. وهلا هون نزحت على بيروت من اول هاي الازمه، والحمد لله على كل شيء. شو بدنا نعمل؟ الحرب ما بينحلل هالقد، حتى العيشة هون كمان غالية كتير، يعني ما عم بكفي لا مصروف ولا أكل ولا شرب، ما في طبخ، ما في شيء. ما معنا حق فرنك، حق ربطة خبز. امبارح راحوا بدهم يشوفوا يعني يجيبوا لنا غرض من البيت، ولقوا البيت هابط، طلعنا بتيابنا، لقينا بالولاد وطلعنا من عند اللي صارت الضربة. لبست ولادي 12:30 بالليل، أخذنا شوية أغراض هيك وجينا على المريسي. العالم هيك يعني، العالم كلها فلت من الضاحية، وفي لاجئين من الجنوب، وقينا بعضنا كل يوم بيضربوا. يعني كمان وضعنا سيء، ما في أشغال، هدموا لبنان، هدموا الدنيا. ما بعرف شو البيت اللي إلي شو وضعه. كان معنا شوية مصاري وخلصوا، صرنا جمعتين هون، ما حدا عم يطلع فينا، في أولاد وفي نسوان كبار 80 سنة. أنا عم حكمهم بيه. أهل طريق جديدة أثاكف إنه استقبلونا هون بهالمنطقة، والجماعة بيساعدونا، وجمعيات أهل طريق جديدة كمان عم بيساعدونا هون. نزحنا من الضاحية، عرفتي كيف؟ إيه، ظهرنا يعني بتيابنا، عرفتي كيف؟ وجينا دغري هون على المدرسة، والإخوان هون استقبلونا بكل احترام، كتير كويسين، كتير محترمين، أهل طريق جديد. نحن من حولة، نزحنا سنة مهاجرين، أول شي جينا على تردبة، رجعنا على الشارع ورجعنا جينا لهون. ومنشكر كل الجمعيات اللي عم تساعدنا، ومنشكر كل الشباب اللي هون. قلنا شي 10 أيام ما بنعرف شي عن بيتنا، طلعنا بتيابنا من البيت، بتياب اللي لابسينهم بس. رحت من الجنوب من منطقة حاريس، نزلت على بيروت، قعدت أنا وقع لي السقف البيت، نزحت ضليتني 7 أيام، إجري مكسورة، ما حدا طلع فيه من الدولة.